أفادت مصادر أمنية بولاية أمن الدار البيضاء بأنه تم مؤخراً تفكيك مجموعة من الشبكات المتخصصة في السرقة بالشارع العام في إطار محاربة الظواهر الإجرامية التي تستهدف المواطنين. وتم في سياق الاستراتيجية الأمنية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني تفكيك هذه الشبكات الإجرامية بكل من منطقة عين سبع الحي المحمدي والدار البيضاء أنفا والفيداء درب السلطان. خلال الشكايات التي تلقيناها من طرف بعض الضحايا اللي دلوا بتصريحات واوصاف ديال الجنات كانت تطبق عليهم اوصاف واحد الجاني من اللي كاين حاضر من القطاع ديال مولاي رشيد، تمكنا القيام بمراقبه امنيه ثابته بعض الاماكن التي تعرف عبور الجنات اللي كيقترفوا السرقات بالشارع العام. عناصر هذه الشبكات متخصصة في السرقة بالخطف والتهديد بالسلاح الأبيض باستعمال دراجات نارية مختلفة الأحجام وخصوصا من الحجم الكبير. قامت المصالح الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء الكبرى بنهج واحد الاستراتيجية وممنهجة وجادة لمحاربة كافة الظواهر الإجرامية اللي كتستهدف المواطنين بالشارع العام، وسيبقى البحث جاريا وجادا في هذا الإطار، وفي حالة إيقاف أو التوصل إلى معلومات تفيد ارتكاب أي شخص أو جاني أي اعتداءات مثل هذا الشكل غادي نقوم بالإيقاف ديالو وإحالته على العدالة. وتم أيضا في هذا الإطار حجز عدة أسلحة ومعدات تستعمل في تهديد الأشخاص وسلب الممتلكات في الشارع العام، بينما تم حجز مسروقات عبارة عن هواتف النقالة وسلاسل عنقية ومحفظات نسائية. كل هذه العمليات تمت تحت إشراف النيابة العامة على صعيد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما تمت إحالة الأشخاص الموقوفين إلى العدالة.